مساء الخير. مثل ما تكلمنا عن السكن أورين وغطيت لكم إياه بالكامل، اليوم راح نتكلم عن مقشر مختلف تماماً. أنا بالنسبة لي مقشر المفضل، لأن في ميزة عن السكن أورين بما أنه هو من مشتقات الفيتامين A فيحد من علامات التقدم بالسن ويحد من التجاعيد، تمام؟ فهذا في ميزة عن السكن أورين أكثر مشتقات الفيتامين A. كل واحد له مميزة، ولكن هذا يعتبر من مقشراتي المفضلة ويعتبر من نفس العائلة مال الكريتين. اليوم ما راح نتكلم عن الكريتين، راح نركز بس على الدفرن، اوكي؟ وقبل لا نبتدي بحط معلومة بسيطة، ان هذا ترى نفسه، هذا نفس الشركة، نفس التركيبة ونفس الشيء، بس مغيرين العلبة. حتى انا لما يا خلص عندي او انتهى طلبت هذا، وصلني هذا من نفس الشركة بس مغيرين الباكجينج، التغليف، اوكي؟ التركيبة او الاسم العلمي للدفرين اللي هو الادابالين. فانت مو شرط انك تكوني بدولة مختلفة، الشركات اللي تصنع نفس تركيبة الدفرين تسميه بمسمى ثاني، العلب غير، فتطالعين شنو تطالعين حياتي؟ تطالعين هذا الاسم، الاسم العلمي هو التركيبة، هو التركيبة اللي الصيدلاني او هذا لما يشوفها اذا ما لقيتش يعطيك بديل على اي اساس، على اساس هذا الاسم هذا. فمو شرط يكون نفس هذه العلبتين، حتى احنا الدارجة او الشائع عندنا او الاشارة هذه، بس مو لازم هذه. راح اطلق لكم صورة توضح الاسم العلمي اللي تدورون عليه عشان تعرفون ان هذا نفس الدفرين اللي الدكتورة قاعد تشرح عليه، فاسوي او ينطبق عليه كل الكلام اللي قاعد نقوله، تمام؟ فالاسم العلمي هو المهم، الادابالين. من النقاط المهمة اللي تخص هذا الكريم الدفرين او الادابالين، ان في كريم وجل. فدائما يسالوني دكتورة انا ما لقيت الكريم استخدمت الجل، دكتورة ما لقيت الجل استخدمت الكريم، ايهما احسن؟ ما في شيء ايهما احسن، شنو اللي يناسبك ترتاحين عليه، ما في قاعده اساسيه، استخدمي. ولكن بقول لكم بشكل عام احنا كدكاتره شنو اللي نحطه بعين الاعتبار، النقطتين، ان الكريم دائما اخف على البشره من الجل، الجل يكون اقوى على البشره. فبالتالي بشكل عام ننصح اللي يبتدون بالكريم، او نخلي مثلا الكريم البشراتهم شويه تميل ان تجف بسرعه وتتقشر بسرعه، اللي حساسه مثلا تبي تجرب يناسبها ولا ما يناسبها تبتدي بالكريم. الجل اكثر شيء تتحمل البشرات اللي ما تتحسس الدهنيه المختلطه، بس ارد واكرر ما هو قاعده، بس هذا الفرق بين الاثنين، ان الجل شوي اقوى على البشره من الكريم. نقاط مهمه ودائما تسالون، زين تسالون عنها، الدفرن او اي كريم كان، الأدابالين، الأكريتين أو أي كريم فيه فيتامين A من مشتقات الفيتامين A غير آمن للحامل والمرضع، منهم الدفرن، غير آمن للحامل والمرضع. نقطة ثانية، أنا قد يناسبني الكريم، يناسب شخص آخر ويناسب كثيرين، بس ما ناسبك توقفينه، ما ناسبك نحسس لك وايد، مع أنك قاعد تستخدمينه بطريقة صحيحة، مو أن أنت ما قاعد تستخدمينه بطريقة صحيحة وتقولين حسستني ما ناسبني، لا، ما ناسبك هيجلك مرار، جفاف شديد، غير متحمل، مو التقشير خفيف، جفاف شديد، عادي لا تحاتين، أوكي؟ نقطة بعد كذلك مهمة، مو شرط تشوفين قشرة مع استخدامه، العكس صحيح، يعني ممكن حيل يكون هيجلك، وفي ممكن ان ما تشوفين تقشير واضح معاه، نفس ما انا بشرتي شي يصير معاه ما اشوف قشره واضحه معاه، هذا مو معناته انه مفعال، لا. ومقشرات مثل الدفرين او الاكريتين وغيره ما لها علاقه استخدمها دكتوره بالصيف، بالصيف اوقفها واستخدمها بالشتاء عشان الجو بارد، هذا ما له علاقه دام قاعد تستخدمينها بطريقه صحيحه، يعني قاعد تحطينها بالليل، تقومين الصبح تغسلين، تحطين ترطيبك، تحطين حمايتك، هذا كلام يعني انا ما اشوفه دقيق، فعادي صيف شتاء ما له علاقه الفصول. بعدين متى لازم توقفينه؟ اذا انت بشرتك تجف او تخافين على حروق تصير ممكن او شيء، فلازم توقفينه قبل جلسات الليزر. ايش كثر اوقفه؟ على حسب بشرتك كثر تجف او التهيج، ممكن من 2 لـ 4 ايام، من 2 لـ 4 ايام توقفينه، وتتراوح، هذه ما هي قاعده، ولكن نسبيا نقول وقفوها قبل وبعد بكم يوم عشان لا تهيج البشره، تمام؟ طبعا كل شيء انا قاعد اشرحه راح تلقون مكتوب باذن الله. قبل أن نتكلم عن طريقة استخدامه للوجه والعلاجات اللي ممكن يسويها هذا الكريم العجيب، نبي نتكلم عن فوائد التقشير. فوائد التقشير عديدة، ولكن كريمات الرتن A فيها ميزة قلت لكم تحد من التجاعيد، لكن بسرد لكم بعض فوائد التقشير اللي دائما أقول لكم بنات لا تهملون تقشير، أتين بس بعدين بالعيادة وتسوين مرة تقشير بحياتك وتنسين التقشير وتنسين في كريمات تقشير بالبيت،
يعني هالكلام انا وحده عندها عياده، بالعكس تشغل التقشير اللي عندها بالعياده وما يهمها تقول حق الناس النصايح. لكن حرام، التقشير بالمنزل جدا مهم، ما اقول لكم تقشير العياده مو حلو وتحتاج بعض الحالات، ولكن تقشير المنزل اساس في شيء دائم. اوكي، احسن من كثير بس منقطع. انزين، شنو فوائد التقشير؟ التقشير يزيل خلايا الجلد الميتة، يحد من التصبغات، يساعد في تقشير التصبغات، يحد ويعالج حب الشباب، حق المسامات ممتاز. قلنا فوائد التقشير الجبارة العظيمة للبشرة الحلوة، اللي نقول عن طريقة استخدام الوجه حال حال أي مقشر. أخذ نقطة، وهذه ما هي قاعدة أساسية، ولكن عشان أبين لكم أن لا تأخذون كميات عودة، أنت استخدمي الكمية اللي تناسبك بس مو أكبر من هالحجم، كافي توزعينه على الخدين، الذقن، الخشم، الجبهة، وتفردين على كامل وجماتين حوالين الفم وحوالين العين. دائما الاستخدام حق المقشرات ليلا، هذه قاعدة، المقشرات استخدامها ليلا، تمام؟ الصبح تقومين تحصلين على حمايتك، ترطيبك، تغسلين وجهك طبعا وتحطين حمايتك وترطيبك. الاستخدام تدريجي، ابتدوا بالكريم افضل، اذا بشرتكم تحملت مع الوقت وهذا ودكم تغيرون على الجل على راحتكم، تبي تغيرون بعدين على الاكريتين على راحتكم، كيفكم، ولكن طريقه الاستخدام جدا مهمه وما يتعارض مع الروتين اليومي، يعني الروتين اللي هو الليلي على حسب بشرتك انت. نقاط مهمه حول الاستخدام، اذا انت استخدمتي اي مقشر وخاصه المقشرات القويه مثل الدفرين او الاكريتين، دكتوره انا من كل يوم استخدمه، متى المفروض اوقفه؟ احب هالسؤال، اقول لها 3 شهور، اخذي فتره راحه شهر شهرين، او سوي نفس طريقتي، انا وقفه كل 6 شهور. شلون دكتوره انت كل 6 شهور؟ احنا 3 شهور من وقفه، لان انتوا اذا تستخدمونه يوميا 3 شهور، وانا نفس الطريقه اذا استخدمه يوميا، لكن انا استخدمه 2 ل3 مرات بالاسبوع، باقي الايام اما استخدم سكن اورين، احماض فاكهه، ريتينول، ونوع فيهم، يعني ما عندي شيء ثابت، ولكن الثابت المقشرات القوية، يا دفرين يا أكريتين، تمام؟ هذه طريقة من الطرق. حول الاستخدام كذلك، دكتورة أحطه أول خطوة بالعناية الليلية، الحين إحنا قلنا عناية ليلية متفقين، أول خطوة ولا أحطه آخر شيء عقب ما رطب وحط سيرامات وهذا؟ تقدرين الطريقة اللي تريحك. أنا عادة أغسل وجهي، أرطب حول العين، بعدين أبتدي بالتقشير، احط المقشر، تالي احط فيتامين سي، احط هايرونيك، احط بيبتايدات حيويه، احط روتيني اللي انا متعوده عليه، وان شاء الله راح احط لكم على ايام الروتين وارد احط حق الاضافات الجديده. لكن اذا انتم بشرتكم التحسس من الدمج بينه وبين سيرامات سي، ممكن تسوين فصل بينهم، اما تحطين سي خلال اليوم لما ما تكونين متعرضه حق الشمس بنص اليوم، وهذا تستخدمينه مع الترطيب وهالامور بالليل، او ان تستخدمين اذا بشرتك ما تحسس. فاحنا بشراتنا مختلفه، كل واحده تشوف الطريقه اللي تناسبها. شلون اعرف؟ بالتجربه اعرف شنو اللي ابعده عن شنو وشنو اللي ممكن احطه ورا بعض، تمام؟ واذا انت ترتاحين ان تغسلين وجهك وترطبين واخر شيء تختمين بالمقشر وقاعد تشوفين النتائج عادي معاك، عادي بنات. بالنهايه حرصوا على وجود الزبده، حرصوا على وجود مقشر مناسب لكم ليلا، ولازم تعرفون متى توقفونه ومتى تبدون، وانا كل شيء قاعد اشرحه بالتفصيل حق كل مقشر على حده، بحيث انتو يصير عندكم خلفيه عن كل شيء، يصير عندكم ثقافه، حتى لو رحتوا صيدليه ما في احد يقول لكم شيء او يوجهكم بطريقه ما تناسب بشرتكم، خلاص انتو عارفين متشبعين وحافظين المعلومه. معلومه اخيره برد اكررها، لان انا قلتها من ضمن الشرح بس برد اكررها واكتبها، مو معنات المقشر انه وجهي لازم يتقشر بشكل كبير ووايد، عادي ممكن تشوفين قشره خفيفه، طبقه من الجلد تنشال، وممكن ما تشوفين هالشيء، وخاصه على البنت اللي ترطب او بشرتها دهنيه ومختلطه مو وايد تشوف القشره مثل غيرها، فهذا لا يدل على فعاليه المنتج، انه مثلا قشر لي يلا زين، ما قشر لي مو زين، لا. انا استخدمت الدفرن يمكن اول اسبوعين شفت قشره خفيفه، بعدها ما قاعده اشوف اي قشره، ما قاعد اشوف لا مع الكريم ولا مع الجل، بس نتائج على بشرتي رهيبه جميله. فما له علاقه ان انا لازم اشوف قشره، لازم اشوفها، ليش؟ انا ارطب خلال اليوم، اسوي نوع بشرتي تختلف عن بشره بنت اخرى. انزين، انت حبيتي تصعدين مع الوقت، تقدرين تجربين الاكريتين، تمام؟ والله يعطيكم العافيه على حسن استماعكم، يا رب تكونوا مستفيدين دائما، والله يعطيني العافيه ان شاء الله. رديت بالدوام على طول، بدلت وقمت قاعده اشرح. الحين طبعا راح افتح باب الاسئله فيما يتعلق بالدفرن اللي هو موضوع اليوم، ليش؟ عشان اي سؤال بتسالونه ما يخص الموضوع ما راح اقدر اجاوب عليه، عشان ما نبي
خربطه يصير. اليوم موضوع كله ديفرنت، فاي سؤال عندكم الحين عقب ما تسمعون الشرح بالكامل وتقرون الكلام اذا مشروح ومكتوب ما راح اجاوب، مو عشان انا مقصره، لا، لاني ما قصرت بالشرح كلاميا وكتابيا.